نيثن؟ نيثن؟ ماذا سنفعل معك؟ لابد وأنك سئمت من المحاضرات كما سئمت من تكرارها. أصبح عليك البقاء معي طوال عطلة الأسبوع بدلاً من خروجك في الرحلة. لا أهتم. نعم، هذا هو جوهر المشكلة. لا أفهم، لماذا أعاقب وحدي؟ لأنك بدأت المشاجرة. رفض إعادة كتابي. طلبت منك ترك الكتب في غرفتك. لا تلوم أحداً إلا نفسك. لا يحق له أن يخطفه مني. هل يعطيك ذلك الحق في أن تبدأ في الشجار واللكمات؟ لم يكن الكتاب فقط. ماذا كان إذن؟ لا شيء، سأتكلم في الاعتراف. مهما حاولت تبدو مصراً على اتخاذ الطريق المؤسف الذي اتخذه أخوك. هذه خسارة.
سام. أنا أراك. سوف نصعد ونلتقي. قلق جدا. حسناً، بخفة وهدوء. أليست مهمتنا مساعدة الأطفال أمثالي؟ في الوقت ذاته أهملت عشرات الأطفال الآخرين تحت رعايتي. ماذا تريدين أن أفعل؟ تعرف رأيي. لست مستعدة للتخلي عنه بعد. لا يمكنك الاستمرار في تجنب الأمر. اسمعي، سأتحدث إليه في الصباح، مفهوم؟ طابت ليلتك يا أبتا. طابت ليلتك يا أخت كاثرين. أوه، إنه ملفي. يجب أن أصل إلى النافذة. هيا تحركي يا أختاه. كاثرين. يا إلهي. الأخت كاثرين، نسيت مفاتيحي، أيمكنك فتح البوابة لي؟ قادمة يا أبتا. هيا. سام. أوه، عليك تعلم توخي الحذر. حسنا. تسرني رؤيتك يا أخي. ما
ما هذا؟ حقا مجددا؟ هذا لا شيء. قلت ستبعد عن المشاكل. لكنه كان يهيننا. إذن؟ لقد قال إن أبي هجرنا وإن أمي ستتعذب. نيثن اسمع، يقولون ذلك لأنه يضايقك. حسنا عليك تجاهل ذلك. لن تفعل. افعل ما أقوله وليس ما أفعله. خذ، ستمرض. إذن ماذا تفعل هنا بأي حال؟ إذا رأتك الراهبات فستحضر الشرطة. لدي شيء لك، لا يؤجل للكريسماس. ماذا؟ في الخارج. ماذا عن البعد عن المشاكل؟ هذا استثناء. حسناً. قفزة جيدة. هيا هيا أعطني يدك. خفيف الوزن. ألا تطعمك الأخوات؟ المكان يبدو خالياً. أين الجميع؟ في قراءة للإنجيل. يا أذكر هذه. كيف حال الأب دافي؟ إنه الوحيد اللطيف هنا. تعال لتحيتي. لا لا أريد تلقي اللوم. من هنا. كان هذا سهلا. هيا. اللعنة. لم تدعم. أنا فعلت أقله. اعتقدت ذلك. لا لا يهم، سنتبع الطريق المرتفع. مرتفع؟ اتبعني فحسب. شاهد هذا. سنتبع الطريق المرتفع. فعلت هذا من قبل؟ مرة أو مرتين. هيا هيا دورك. إذن ماذا كنت تفعل؟ أعمل في الغالب. ما زلت مع تلك الفتاة؟ من؟ تعني كريستل؟ نتواصل وننفصل. حالياً نحن منفصلان. حسناً. لا مجد بلا شجاعة. فكر في الأمر، يمكنك هذا. أمسكتك. أرأيت؟ لا مشكلة. أجل بلا صعوبات. ابقى معي. نعم جدا. من هنا. خلفك تماما. قفزة قادمة. حسنا. حسنا في المنتصف تماما. بهدوء وتمام. بهدوء وسهولة. هل كانت تلك خطيئة؟ أعتقد أنها خطيئة. جاهز يا طرزان؟ نعم. حسناً هيا. But
على القبة. هيا. لا أستطيع قفزها. حسناً اذهب من حول الركن. إنه منظر جميل. نعم ليس سيئا. هل أتيت هنا من قبل؟ هذا السطح تحديدا؟ لا، لكنك تعرف الطريق صحيح؟ تقريبا. انتظر هنا وراقبني. دورك. حسنا يمكنك. حسنا هيا افعلها. انك تفكر في الامر كثيرا. تبا امسكت بك. هيا هيا هيا. نجحت؟ نعم بالطبع نجحت. هيا اتبعني. أتعرف؟ هل تقدمت أنت؟ حقا؟ نعم حقا. سأتبع توجيهاتك. أحسنت يا نيت. نحن ذا. واو. حسنا. حسناً، أنت أولاً. اتجه للأسفل. وهكذا خرجنا. حسناً. انظر لهذه. الطراز 250. 250؟ أما تتكلم. لا هذه 500 سي سي ثنائي. مستحيل. نعم. من أين سرقتها؟ واو أنا أحتاج، لكن أؤكد لك أنني تغيرت تماماً. اشتريتها بأموال اكتسبتها. هيا اركب. ماذا؟ لا تفعل هذه الأمور إلا لكي ترضيني. أنت ذكي أكثر من اللازم. حسناً لدي مهمة عمل مربحة جداً، لكن سأغادر لبعض الوقت. كم من الوقت؟ حوالي سنة على أقصى تقدير، ولن تشعر بغيابي. اتفقنا؟ ستتخلى عني. لا داعي للشعور بالأسف. ألم يكفي أن تتركني في ذلك المكان؟ كيف يمكنك أن تفعل هذا بي؟ انتظر أفعل هذا من أجلك. المال الذي أجنيه لكلينا، وبعد سنتين بعدما تتركه. بعد سنتين؟ خذني معك. بالكاد أتحمل مسؤولية نفسي. سأشارك معك. أعرف أنك تعتقد أن الملجأ سيء. لا فكرة لديك. نعم ولكنه أفضل شيء لك الآن. حسناً عليك أن تثق بي. ليس عدلا. اسمع، حياتنا ليست عادلة لكننا اجتزناها صح؟ أكيد. حسنا الدراجة لم تكن المفاجأة الوحيدة، وسأفسد المفاجأة التالية. ماذا؟ وجدت أشياء أمي، تتبعت من اشتراها من والدنا. إن كنت تدعي هذا لتسعدني. إلا أقسم لك. أين؟ في نصف البلدة الآخر. ما رأيك في استعادتها؟ تعني نسرقها؟ ليست سرقة طالما أنها كانت ملكنا. الشرطة لن تتفهم هذا. فلنتجنب القبض علينا. أنت جاهز؟ أكيد. Thank you.
Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? عليك أن تفعل أكثر من ذلك. Acabemos con este. لنذهب. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Chocan, Erfo! ¿Te va a hacer gusta esto? A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Elimínalo! ¿Qué tal esto? ¡Gánenmelo! ¡Mata ese gringo! ¡Lucha como un hombre! ¡Asenaba con él! ¡Hazlo todo! ¡Toma esto, pendejo! ¡Derríbalo! ¡En el tubén! ¡Puedes hacerlo! ¡Haya! ¡Vuelve ahí! ¡Puedes hacerlo! ¡Estás muerto! ¡Esto es por meterte con nosotros! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Sí, Gustavo! ¡Vuelve ahí! ¡Rompe el cráneo, amigo! ¡Dale una paliza, amigo! ¡Rómpele la cara! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Dale una paliza! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Derrota ese gringo, amigo! ¡Ya basta! ¡Cierren este lugar! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Lanaco Natara! ¿Eres كذلك؟ Voy a matar, gringo, come mierda. كلمني عندما نتجهز للتعارف. Te voy a sacar tiras por el culo. El حبس الانفرادي. اصمت. Me estás esperando aquí, ¿eh? افتح. حقك. كم يفترض أن أبقى هنا؟ ها؟ أين المرحاض؟ إنه أمامك. استمتع. سأفعل. شكرا. كنت أحلم حلما رائعا. مهلا. انتبه. اهدأ. حسنا. ايه؟ culpa, pendejo. هل يمكنني الاستحمام؟